جاءوا عبر السنين والقرون ليبهرونا بما لم نره من قبل. مسرحية حكاية لوحة، عندما تنحبس الأنفاس ويثبت في أماكنهم الجلاس. في دسمان قصة الإنسان عبر الزمان والمكان. رسام مبدع، ما إن انتهى من رسم لوحته حتى حدث ما لم يخطر ببال. الزمان 17 يناير عام 2018. المكان مسرح مدرسة دسمان ثنائية اللغة. الحدث مسرحية حكاية لوحة. انتظرونا وسننتظركم.